مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم تحية طيبة، كونوا معنا وحلقة جديدة من المشهد الثقافي العراقي، وفيها تقرير من السويد عن الفنان شاكر بدر عطية، وأمسية فنية استذكارية للشهداء في كنيسة سيدة النجاة، وحوار عن التأثير المتبادل ما بين الشعر العراقي والعربي، ولقاء مع الفنان عمران التميمي، وعرض مسرحي كردي في أربيل. كونوا معنا وأهلا بكم. مشاهدينا الكرام، يعد الفنان العراقي شاكر بدر عطية واحدا من الفنانين العراقيين التشكيليين القلائل الذين لا زالت ذاكرتهم مرتبطة بذاكرة الزمن الذي مضى، ذاكرة مرتبطة بالنخلة والطين في مدينته الأولى البصرة، حيث تشكل الوعي في صوره الأولى. عن الفنان شاكر بدر عطية تابعوا هذا التقرير لمراسل برنامج المشهد الثقافي في السويد نزار عسكر. شاكر بدر عطية فنان عراقي يعيش قريبا من القطب، لا بل عند حافته في السويد، يتغذى على ذكريات الطين والنخيل في مدينته البصرة التي احتل نخيلها جزءا هاما من حياته ولا زال. المنشأ البصرة، قضاء أبو الخصيب، بلد سلطان أو قرية اللباني. من هناك كانت الطفولة، أي البداية، والبداية كانت مع الطين. لماذا الطين؟ الطين هي المادة الرخيصة المتوفرة في أنهار البصرة، وكما تعرف أن قضاء أبو الخصيب يمتاز بكثرة الأنهار والمياه والنخيل، فهي المادة الأساسية للعبنا من كنا أطفال. فمن خلال الطين، وهذه اللي أرجع إلى أكثر من 50 سنة أو تقريبا 45 سنة، قد ما كان عمري 6 سنوات أو 5 سنوات، فنتناول مادة الطين ونصنع منها الأشياء اللي نشوفها بمحيطنا العام، مثل الزورق، التفاح، البرتقالة، الفيجور اللي نسميه احنا باللغة الفنية، أي التمثال المصغر، سواء كان رجل أو امرأة، وحسب قدراتنا. لكن هذا بالنسبة إلى الطين مرحلة، هي أقدر أعتبرها شيء من المراحل التعرف على مادة المادة الفنية. يتبعها هي سعف النخيل أو قطع الأشجار أو الأسلاك اللي بالضبط كانت في موسم التمور وجني التمور. هناك صناديق من الخشب المراد فيها تعبئة التمور بعد جنيها، وهناك أسلاك كثيرة يعني كانوا يربطون فيها بالات الخشب، فهذه الأسلاك هم نصنع من عندها السيارات، أو من مخلفات الورش، مخلفات ورش البايسيكل، مخلفات ورش السيارات، ونصنع من عندها القاري، وهذه هي كانت ألعابنا. وأحيانا اللعبة هي تكون وليدة العمل الكبار، يعني مثلا هناك مثلا بعض الأراضي الزراعية أو في منطقة اللبان وخاصة الجد كان يزرع الحنطة، وبعدين الحنطة طبعا تحتاج إلى درس، يعني عملية ناس أو حيوانات يدوسوها حتى تنفصل البذرة عن القشرة، فيخليها خلف البيت، وإحنا كأطفال كنا نتراقص على الحنطة وجمالية الحفر فهي إذن وليدة أعمال الكبار. لكن القصد هي مو أن ساحات نلعب فيها أو ما نلعب فيها، لكن هي وليدة الحدث. أما في مراحل الدراسة فإعجابي كبير كان في النخلة، يعني من السنوات الأولى وأنا في
المقاعد الدراسية الأولى في خاصة الصف الأول، بالبداية الانبهار في القراءة الخلدونية لما تكنه من تخطيطات ورسومات وألوان ومواضيع جميلة تبدأ من دار ودور ونار ونوري ورأزي، ويعني هناك أجواء أو بالأحرى هناك شغف حتى وأنا نائم أو أنا أحلم تكون هي هاي الباقرون إلى أحلامي لما تتمتع فيها من مشاهدات جميلة وما فيها من خطوط رصينة وألوان جميلة. فإذن هناك تأثير بالمنهج الدراسي من السنة الأولى، بالإضافة إلى البيئة اللي أعيش فيها ألا وهي النخلة. النخلة طبعا هي فعلا يعني رمز كبير في العراق. العطية فنان عراقي معروف في السويد، وهو عضو جمعية الفنانين العراقيين التشكيليين في السويد ورئيسها لعدة دورات. له عدة معارض أقيمت في السويد وعدد من الدول الأوروبية الأخرى. بالصدفة عندما كنت في الصف الثالث ابتدائي في أحد طوابق المدرسة المحمودية، هي مدرسة قديمة البناء بنيت في العهد العثماني، وأحد المالكين إلى هذه يعني يتبع إلى العائلة العثمانية محمود باشا، ولذلك سميت في على اسمه. تنازل عن هذه المدرسة بسبب أعتقد الضرائب اللي كانت تترتب على العائلة المالكة، وكان درس فيها كثير من الطلبة وأحدهم كان الشاعر الكبير بدر شاكر السياب. وهذه المدرسة بالنسبة لنا فعلا يعني تبقى في الذاكرة لما كانت تتمتع فيها من جمالية العمران، جمالية الزجاج الملون اللي تتخلل الشمس خاصة العصاري ونحن فارشين كتب المدرسة، وترى اللون متلألئ على الأوراق الكتب المدرسية أو المطالعة. فلنا ذكريات جميلة بهذه المدرسة. لا أريد أن أبتعد عن الثالث ابتدائي، وعندما شفت مجموعة من الطلبة بأحد الطوابق يجون الساعة 7 صباحا بالرغم من الدروس تبدأ الساعة 8 صباحا. المهم وصلت يومهم، حاولت أن أصل يومهم، وإذا أسألهم ماذا جاي يسوون أنتوا، قالوا والله إحنا جاي نرسم للمعرض السنوي، يعني كل سنة يصير معرض السنوي. المهم حاولت أن أستنتج أو أسوي حالة من التقييم بين النخلة اللي أرسمها والنخل اللي رسموه. المهم وصلت إلى قناعة بأن النخلة اللي أرسمها أنا بيها جمالية أكثر من النخيل أو المناظر اللي يرسموها. المهم ظل هذا الإحساس يراودني، إذن ليش ما حد دعاني إلى المساهمة بهذا النشاط المدرسي المشارك في المعرض السنوي. بعد سنة تعرفت على الإجابة، لأن المسؤول عن النشاط المدرسي والمشاركة في المعرض هو الأستاذ المرحوم فؤاد القبان، وكان تقريبا يبدأ مع الطلبة للتربية الفنية من الصف الرابع ابتدائي. فأول يوم عندما التقينا وتعرفنا عليه كمدرس المادة الفنية، فأعطانا بعض الدروس حتى يشوف قدرات الطلبة. في نفس اليوم قال لي شاكر أنت تجي بعد ما تخلص دوام تجي إلى المرسم، لأن أحس عندك قدرة وعندك. أنا طبعا هاي هذا كنت أنتظرها قبل سنة، لأن حسب التقييم اللي شفته بيني وبين الطلبة اللي شاهدتهم قبل عام. المهم من هذه النقطة انطلقت بسبب الأستاذ فؤاد القبان رحمه الله، أستاذ مربي رائع وتصح يدرس اللغة العربية لكن أستاذ وفنان
مثل كثير من المواهب اللي كانت تتواجد يعني في مدارسنا، لكن للأسف كانت الظروف أو تسلط الأضواء على مثل هيك مواهب للأسف. المهم من ذاك المنطلق حاولت أمارس الرسم بكل جدية وبكل توجهات الأستاذ. فأول سنة تقريبا رسمت 40 عمل، وطبعا كانت المادة من مادة الشمع أو الألوان الشمعية والزيتية الباستل على الكارتون. وبهذا العام تقريبا كانت المنافسة بين 40 مدرسة في عموم القضاء. أقف عند هذه النقطة، هذا النشاط اللي كان بذيك الفترة اللي كنت فيها أنا طالب في الرابع ابتدائي والخامس ابتدائي، هناك اهتمام بالتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية المسرحية والتربية الموسيقية والأعمال اليدوية. إذن هناك متسع من الوقت، المدارس كانت حقا للطلبة. يعني احنا اتذكر المدرسة المحمودية هي بس يعني وجبة الدوم فيها. كان بودي في العراق ان بعد ما أخلص الدراسة المتوسطة أو الثانوية أن ألتحق بأكاديمية الفنون، وهذا كان طموح بالنسبة لي مهم جدا. لكن للأسف كانت النتائج سلبية وقدمت أنا إلى أكاديمية الفنون، لكن لا توجد لدي واسطة بالمعنى الحقيقي، الواسطة اللي هي بالضبط الانتماء إلى الحزب أو حزب البعث آنذاك، لأن التربية الفنية والتربية بشكل عام تقريبا بعثت من ذاك الزمن. لكن هناك بعض الاختراقات بسبب وجود واسطة أو علاقات أو كذا. أنا للأسف للثنين، لا والله ما أقول للأسف، ولكن للحالتين أنا لا أملكها في سبيل أن أنتمي إلى أكاديمية. لا المهم رجعت إلى قدمت إلى التربية إلى الزراعة. الزراعة فادتني كثير، تعرفت على بيئتي أكثر، تعرفت على قيمة التربة، على النتاجات الزراعية، على قيمة الجذر، ما هو الجذر بالنسبة لي بيولوجيا وفيسيولوجيا ورمزيا عندما أستخدمه في العمل الفني اللوحة. الوردة نفس الشيء، تشكيلها أو بنائها الفسيولوجي، الخلية، يعني هذه بالعكس أنا استفاديت منها كثير في سبيل توظيفها بالعمل الفني. وهناك أكثر من مشروع أو أكثر من لوحة حاولت أن أجسدها أو أستخدم رمزية الأشياء اللي تحيط بنا سواء من نبات أو من كائن حي في كثير من أعمالي. تجربة الفنان عطية تخللتها صعوبات كبيرة اصطدمت بالواقع العراقي المر والمسوخ الذي تعرضت له الثقافة ناهيك عن الفن وخصوصا الفن التشكيلي. اتجهت إلى الكويت، وأنا ولذلك كنت أفضل يعني هاي الحالة، يعني حتى لو أرد أبتعد، قال لي أبتعد تقريبا 200 كيلو 150 كيلو يعني بحدود ساعتين عن البصرة على الأقل، ها رياح الشرجي ربما يعني أحس هناك شيء من التواصل بين الذاهبون والآتون والأخبار، بالرغم من تعاستها في بداية الحرب العراقية، لكن أحس هناك أنني يعني قريب وفي شيء من التواصل. لكن هذا حتى هذا اللي يعتبره المحطة الأولى إلى الغربة أو المنفى كان مستحيل بسبب الآلة السياسية اللي كانت موجودة في آنذاك في الكويت، وكنت هم أحد
الناس المطلوبين، 70 الاسم اللي 73 اسم اللي كانت المخابرات العراقية أن تأكد على الحكومة الكويتية في إرجاعهم أو تسليمهم إلى العراق. فلذلك اتخذت من لندن كمحطة أخرى للدراسة الفنية، والظروف ما ساعدتني في الحصول على الإقامة لأن كنت متشنج وما أحب أن أستغني عن أي ورقة تربطني بالعراق، ألا هو الجواز العراقي حتى ولو كان منتهيا. وكانت الأبواب مفتوحة في زمن بداية أو بالأحرى يعني أيام الحرب العراقية يعني أقدم لجوء، لكن أعتبرها اللجوء شيء من التخلي عن الوطن. هي ربما مفاهيم خاطئة بعدين اكتشفتها، لكن بذيك المرحلة أحس يعني إحساس آخر. المهم أتحمل كل شيء حتى لو أعيد وأعدم في العراق أنا ذاك، لكن لا أحبذ أن أستغني عن 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 بعض السمات أو الورقات اللي تربطني. بعدين حسيت بأن هو المواطنة ليس بالأوراق أو بجواز مجلد باللون الأخضر وعليه شعار النسر، لا، هو العراق أكبر من هذه الأمور. الوطن أكبر من ورقات، الوطن أكبر من قرارات أو أحزاب تحكم العراق 30-35 سنة أو حتى 100 سنة أو حتى من 100 سنة. لا، العراق أكبر لأن أكو ثابت وأكو متغير. إذن الوطن يبقى هو الثابت هو مثل ما قلت من سومر، من بابل، من أكد، من آشور، من الحضارة العباسية. العطاء هذا الإنساني اللي بالضبط يتمثل فيه العراق أينما تذهب، في أمريكا، في كندا، هناك كوادر رائعة وجادة وجيدة، وهو هذا العراق. العراق إذن ليس ورقات يصدرها من يشاء، أو بالأحرى هو غير مؤهل أن يحكم حتى على قطيع ماعز، فكيف أن يحكم هذا البلد العظيم بأرثه، بإنسانه، بعطائه. لبرنامج المشهد الثقافي، نزار عسكر، قناة عشتار الفضائية، من مدينة ستوكهولم. مشاهدينا الكرام، أمست كنيسة السيدة النجاة في بغداد رمزا شاخصا يشير إلى حجم الإرهاب الذي عانى منه أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في وطنهم العراق بعد التغيير الذي كان قد حصل في العراق بعد عام 2003، واستذكارا للشهداء الذين سقطوا في كنيسة سيدة النجاة بفعل العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في مساء يوم الأحد 31 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2010. أقيمت العديد من الفعاليات الفنية من قبل فنانين عراقيين داخل باحة الكنيسة، وآخر تلك الفعاليات أقيمت في الأسبوع الماضي، حيث شهدت الكنيسة تقديم تراتيل وقصائد شعبية ومشاهد مسرحية. أرنم للرب تقديمة جديدة، اهتف له بالتسالي. أخوتي أخواتي، لا بارك هنا، مساء الخير، نرحب بكم هنا في كنيسة سيدة النجاة. بالتحديد بالصلاة هذا الوقت المميز في العشاء مع فريق المحبة، لحن المحبة، بهذه التراتيل اللي يمكن تعبير خاص هو نوع من الارتباط الخاص بيننا وبين شهدائنا اللي سبقونا إلى الحياة الأبدية. هذا ما أردت أن نقيم هذه الأوسية، أوسية التراتيل، إكراما لشهدائنا أبونا ثابت، أبونا وسيم، ورفاقهم في الشهادة. Thank you.
فلسطين وآدم وأيوب وسهم وشماس نبي وقائم قوي لا تمشوا صلوا صلوا تعرفون الروح اسمى من الجسد
استاذنا فديتكم فديتكم بدم وما زالت فوق تفديكم بشفاعته بصلاته. اول ما دخلوا ركبت حسيت روحي بطرس. مشاهدينا، دائما كان هنالك تأثير متبادل بين النتاج الشعري في العراق والنتاج الشعري في المنطقة العربية، وشهدت هذه العلاقة تبادلا في حجم وأهمية وأسبقية التأثير فيما بينهما. فمرة يكون للشعر العراقي دور الريادة، وأخرى يتلقى هو رياح التجديد من الخارج، لكن رغم هذا يبقى للشعر العراقي مكانة مهمة وحيوية في خارطة الشعر العربي أسماء وتجارب. عن هذا الموضوع أجرى مراسل المشهد الثقافي في بغداد حسن البغدادي هذا الحوار مع عدد من المثقفين العراقيين، لنتابع معا. أعتقد ممكن تلخيص أو تصوير هذا التأثير المتبادل بين الشعر العراقي والعربي في ثلاث محطات أساسية. فيما يتعلق بالقصيدة العمودية، لاحظ أنه التجديدات اللي صارت بالشعر العربي في هذه القصيدة بظهور أحمد شوقي وغيره، ثم شعراء المهجر إيليا أبو ماضي، جبران خليل إلى آخره، ظهور ما يسمى بالاتجاه الرومانسي في القصيدة العمودية اللي هو أحمد طه المهندس وغيره، ترك التأثير على الشعر العمودي في العراق ومحاولات تجديد المواضيع. حول شوقي وعلي الجارم وبشار الخوري وكم شاعر موجود في لبنان وفي سوريا، تألق الجواهري لسبب واضح، لأنه الجواهري أولا شاعر كبير جدا، ثانيا لأنه رافق في شعر الحركة الوطنية والسياسية، وكان أيضا إلى صدى وصوت في كل الأماكن. مثلا هو كان يتوسلون الملوك أن يأتيهم الجواهري، ولذلك تلقى دعوة من ملك المغرب، من ملك الحسين، من سلطنة عمان. بدأ تحدث عن عبد الحميد كرامي، تحدث عن بشار الخوري، وكان أهم نصر حققه هو في قصيدته بمناسبة مرور 1000 سنة على المعري، في قصيدته اللي قال بيها: لثورة الفكر تاريخ يذكرنا بأن 1000 مسيح دونها صلبا. هذه انتفض طه حسين، كان حاضر في هذا الاجتماع، وقال له عيد القضية من جديد كلها. يعني هذا الانتصار حقق الجواهري ترك صدى وأثر في الشعر العربي عموما، ولم نجد شاعرا عربيا على مستوى رفيع يستطيع أن يصل للجواهري. الشعر العراقي هو المؤثر الأكبر في الشعر العربي. تاريخيا عندما تتحدث عن أعلام الشعراء العرب، كانت الغالبية منهم من حواضر العراق، من بغداد، من البصرة، من الموصل. هذا بالنسبة للتأثير التاريخي عندما كانت الحدود مفتوحة. الشعر العراقي هو الذي أثر بقوة بالشعر العربي عن طريق التحول الكبير اللي قاد السياب واللي أدى إلى قصيدة التفعيلة. حقيقة هذا التحول الريادي في الشعر العراقي ترك تأثير عميق جدا في الشعر العربي. والشعر العراقي أيضا بعد بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، وبعد أن استطاعوا أن يتقدموا خطوات كبيرة في ميدان الشعر الحر، نجد أن الدول العربية قام تنظر لهذه التجربة باحترام وبإجلال وبتأثير واضح. في العصور الحديثة، العصور المتأخرة، أيضا كان تأثير الشعر العراقي تأثير كبير. يكفي أن قصيدة التفعيلة التي يكتبها العرب هي اختراع عراقي ولدت على يد السياف في البصرة. كل من يكتب قصيدة تفعيلة هو مدين لهذا الرجل العراقي. أيضا للأدب العربي تأثيرات على الأدب العراقي، لكن هذه التأثيرات أساسا هو الأدب العربي اقتبسها من الآخر، يعني لم يكتشفها الأدب العربي. مثلا
قصيدة النثر على سبيل المثال، هناك تأثر من قبل بعض الشعراء العراقيين بكتاب قصيدة أو بشعراء، عذرا، شعراء قصيدة النثر العرب، لكن أيضا شاعر قصيدة النثر العربي هو أيضا تأثر بشعراء أمم أخرى كتبوا هذا النوع من الشعر. ظهور قصيدة النثر العربية بصورة عامة في ستينات أو في أوائل ستينات القرن الماضي، وهذا الاتجاه كما نلاحظ لعب دور مهم في نشوء وتطور قصيدة النثر في العراق. الآن لما نتابع الشعراء موجودة بالعالم العربي نشوف أبرز الشعراء فعلا هم الشعراء العراقيين، والدليل أنه جائزة البابطي، الجائزة الإمارات اللي صارت، أخذها سعد يوسف وأخذها حسب الشيخ جعفر، وهنالك مسابقات صارت للشعر استطاع بها من خلالها الشعر العراقي أن يحوز على درجات حتى من شعرائنا الشباب. ولذلك أنا أقول أن الشعر العراقي كان له تأثير كبير جدا على الشعر العربي، وهم يتربصون بالشعر العراقي لكي يأخذوا منه ما يستطيعون. الشعر العراقي علاقته مع الشعر العربي مؤثر ومؤثر فيه، لكن بكلمة موجزة وأخيرة، نسبة التفوق هي للشعر العراقي، هو المؤثر الأكبر في الشعر العربي. هذا ليس انحيازا للوطن أو عصبية وطنية، لكن هذه حقيقة اعترف بها كبار الشعراء العربي. يعني يكفي أن محمود درويش يقول: كن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي، فالشعر يولد في العراق. العراق تحت كل نخلة شاعر كما يقال. بالتأكيد هذه القيمة الكبرى، هذا الهرم العالي للشعرية، بالتأكيد سيكون هو المؤثر الأكبر. عمران التميمي فنان مسرحي عراقي تنقل ما بين الكتابة والإخراج المسرحي، قدم خلال مسيرته الفنية التي ابتدأت في تسعينيات القرن الماضي عددا من الأعمال الفنية التي اقتربت كثيرا من طبيعة وشكل العروض التي يصطلح عليها بالعروض الجماهيرية. مراسلنا في بغداد التقى به وحاوره حول نشاطه وتجربته الفنية، لنتابع. المسرح، لا وجود المسرح الآن، لا وجود لمدة يعني 5 سنوات قادمة، وأتمنى أن يعود المسرح، وأتمنى أن لا أعمل في المسرح لأني عاشق للسينما والتلفزيون. يعني المسرح دخلته بالصدفة ولم أكن أفكر في الفن أساسا. يعني في التسعينات قيل أن عمران التميمي له 4 مسرحيات تعمل في وقت واحد، هل هذا كلام صحيح؟ هذا صحيح نوعا ما، يعني هناك مسرحية وهناك 5 أعمال، يعني هناك دعايات ل5 أعمال. هناك مسرحية مضى عليها 2 سنين أو أكثر، والأخرى مضى عليها 1.5 سنة، والأخرى مضى عليها 1 سنة، وأنا أعمل مسرحية واحدة في السنة. تتجمع كلها هذه وتظهر في الإعلانات وكأنها 5 مسرحيات. أعتقد أن الممثلين والمخرج والكاتب في هذا الظرف لم يعرفوا أو لم يميزوا ماذا يريد الجمهور الآن. وقد شخص آخر يعني يقول أن ماذا يريد الجمهور؟ نعم، غصبا علينا ماذا يريد الجمهور، نحن نكتب إلى الجمهور وننفذ إلى الجمهور. إذا كان الجمهور لا يحب هذه الأشياء، هناك مسرحيات جادة مهمة جدا لكن الجمهور لا يحبذها، هل نعمل كم من المسرحيات الجادة لأن الجمهور ما يحبها؟ هناك مهرجانات يعني مهمة تشارك في هذه المسرحيات وتؤدي دورا مهما. المسرح الشعبي، أنا يعني رأيت أغلب المسرحيات الإنجليزية في لندن أثناء دراستي، وأقسم لك أن كل المسرحيات التي كانت تعرض على مسارح لندن وعلى المسارح الكبار في لندن كانت مسرحيات ليست شعبية وإنما سياحية، فيها من الكوميديا، فيها من الكلام البذيء الكثير، ويقدم فيها يعني يقدمون عمالقة المسرح الإنجليزي، ومن إخراج عملاقهم لورنس أوليفيه. يعني رأيت المصيدة، ورأيت شاهدت مسرحية أقدر عرض في المدينة، وهي مسرحية من برودواي. هناك ممثلون يقدمون لسان الشارع على المسرح،
ولا والمشكلة ليست في المخرج، المخرج والكاتب كتب نصا جيدا والمخرج نفذ نصا جيدا على الخشبة، بعد مضي أسبوع يأخذ الممثل راحته ويقدم ما يشاء. ألا يتدخل المخرج والكاتب بعد ذلك؟ يجب أن يكون هناك رقيب خلف الكواليس. في أنا كنت أعمل هذا الموضوع، لكن كم يوم في الأسبوع؟ يومين ثلاث، لا أستطيع أن أكون في المسرح كل يوم. في حوار للبي بي سي الإنجليزي معي، وكان هناك مجموعة منتقات من ميشيغان ومن القاهرة ومن لندن ومن بغداد المهتمين في المسرح الكوميدي، سألوني سؤال قد يبدو خطيرا: أيهما أفضل، المسرح في زمن النظام السابق أم في زمن الحريات والديمقراطية؟ قلت في زمن النظام السابق، فتعجب المقدم. قلت له: في ذلك الزمن كنا نعرف الخطوط الحمراء، الآن قل لي ما هي الخطوط الحمراء؟ أي جملة قد أقولها قد يزعل علي فريق من الفرقاء الموجودين الآن على الساحة السياسية، قد يؤول الكلمة التي أقولها. إذن الخطوط الحمراء كبيرة، ولذلك لا أتمنى أن أعود إلى المسرح، لا أتمنى. إذن هل لديك عمل مسرحي الآن، عمل طيلة هذه الفترة على كتابته مثلا، أو وضعت له رؤية إخراجية ستفجر به الوسط الفني الكوميدي المسرحي كما قيل وكما سمعنا؟ قد أفاجئك وأقول لك أنني لا أحب المسرح، وأتمنى أن لا أعمل في المسرح، وقد يزعل علي حتى من يستمع الآن إلى حديثي أني يعني أشعر أن المسرح كذبة كبيرة، كذبة كبيرة يعني. هذا الحاجز، وليس هناك أي حاجز، الممثل لدينا ممثل متكلف، الأمور التي تطرح الآن في المسرح هي أمور بعيدة جدا عن ما يدور. هناك مشكلة الأعمال الأجنبية وتعريبها وتعريقها والظهور بها بشكل يعني زمنا طويلا نعاني من مشكلة هاملت في المطبخ، هاملت في الحمام، هاملت يعني المسرح في العالم فقط هاملت أو فقط شكسبير؟ هناك كتاب آخرين، وليكن أوروبيون من دول أمريكا اللاتينية، لماذا المسرح لدينا شكسبيري فقط؟ أو لماذا لازلنا متأثرين بنظريات ولت وأصبحت ماضي؟ وماذا عن التقييم العربي لنا من أننا نقدم مسرحا راقيا متميزا ناجحا؟ كل كلامي هذا لا يعني أن المسرح العراقي أو المسرحيون العراقيون هم ليسوا مجيدين، يعني أرجو أن تفهم أني لا أشنع بهؤلاء الأساتذة الكبار. أنا أقول فقط وأعطيك مثل: أن يأتي ممثل شاب يقلد سامي عبد الحميد، يقلده حرفيا، هل كسبنا شيء؟ ما هو سامي عبد الحميد موجود، لدينا شباب يتأثرون بالأساتذة بشكل يحاكوهم ويتقمصون شخصياتهم ويقدمون لنا، ولذلك تجد الشخصيات العراقية هي نفسها في كل جيل. يجب على الممثلين الشباب الآن أن 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 يخرجوا لنا بجلابيب جديدة تختلف عما كان يلبسها الأقدمون. قلت أنا مهتم بالسينما أكثر، مهتم بالتلفزيون أكثر، كيف؟ أنا أحب السينما، لأن لا وجود للسينما في العراق. وهل تنتجها بشكل أو بآخر؟ هل تكتبها؟ هل تخرجها؟ أنا أتمنى أن أقدم يعني عملا سينمائيا، لكن أين وكيف؟ لذلك أنا غير مواتية. غير مواتية، أنا أكتب الآن في التلفزيون وأعمل وأخرج في التلفزيون، لأن التلفزيون هو جزء من السينما. لذلك أعشق الصورة. أعشق الصورة بشكل كبير، وأعشق أداء التلفزيون، لأنه يعني أنت كثير وكثير من الشباب، وكنا شبابا، عندما نجد بطلا مؤثرا في فيلم نتمنى أن نكون نحن هذا البطل. في المسرح لا تجد هذا الأمر. هناك ظاهرة المسرح العراقي الذي يمثل في بلاد عربية، سوريا مثلا، مثل ما قام به جاسم شرف مثلا، مثل عدة أعمال، هل تعتقدها ظاهرة أو طريقة أو أسلوب قابل للزيادة والانتشار؟ أما جاسم شرف وسامي محمود قدموا أعمال في 2000 في أمريكا، يعني الجاليات هناك تحبذ هذا النوع من الأعمال، يعني لا يمكن أن تقدم عملا جادا
للجاليه في سوريا وفي امريكا، تقدمه في مهرجان. لذلك هذه الاعمال الشعبيه يعني بطبيعه الانسان محتاج ان يرفه نفسه. والضحك صدقني والكوميديا يا اخي هي مطلوبه جدا. انا شكلي وعقليتي تختلف تماما عما اكتب في الكوميديا، يعني لا يستطيع احد ان يصدق ان هذا الرجل هو من كتب بيت الطين مسرحيه او مسلسلا. شكلي يختلف، اكتب الكوميديا لان اشعر الناس تحتاج الكوميديا رغم صعوبتها. كنت اعاني في كتابه الكوميديا حتى واكتب شعر الهوسات واجلب هوسات واراجيز، هذه العمليه صعبه. ماذا عن مشاريعك القادمه؟ والله هناك مشروع ليس فيه شيء عن الجنوب، هناك مشروع عن العراق في القرن التاسع عشر، في منتصف القرن التاسع عشر والمستشرقين في ذلك الفترة. من الإصدارات السريانية الجديدة التي وصلت إلى برنامج المشهد الثقافي العراقي العدد الثاني عشر من مجلة الإبداع السرياني، وهي مجلة فصلية ثقافية عامة مستقلة تصدر عن تجمع أشتار لمنظمات المجتمع المدني في بغداد قرقوش، ورأس تحرير المجلة الدكتور بهنام عطلة. تضمن العدد موضوعات أدبية متنوعة منها دور السريان في العلوم النظرية والتطبيقية للدكتور يعقوب نامق، وحوار مع الأب جليل منصور، إضافة إلى نصوص شعرية وقصصية ومسرحية لبهنام عطلة وبطرس حلبي وأكرم ضياء الطائي وطلال حسن. الموسم المسرحي الجديد لعام 2011 لمديرية الفنون المسرحية التابعة لإقليم كردستان ابتدأ بمسرحية جديدة للمخرج محمد جميل وعنوانها غمضة عين، وهي من تأليف بينتر سنوسن وتمثيل دلفين محسن وساي حسين وروجين، حيث اعتمد العرض المسرحي على ثلاث شخصيات نسائية محورية استحوذت على مساحة واسعة من زمن الأحداث. تم تقديم العرض على خشبة مسرح قاعة الشعب في أربيل، حيث اتسم في بنائه على رؤية تجريدية في معالجة موضوعة واقعية تتعلق بثلاثة شخصيات نسائية تعيش وضعا إنسانيا متأزما، أعطى النص فيه إشارات واضحة إلى بيئة اجتماعية محددة وزمن معاصر يحيط بتلك الشخصيات. اعتمد العرض في بناء أحداثه على لعبة تتبادل فيها الشخصيات الثلاث الرئيسية الأدوار فيما بينها ضمن إطار الحدث الرئيس الذي تتحرك فيه، ليتم من خلالها الوصول إلى طبيعة الإحباطات النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها الثقيل عليهم. البناء السينوغرافي للعرض اعتمد في بنائه على دلالتين هما ورق الصحف ومادة النايلون الشفاف، فالصحف وجدناها قد غطت مقدمة المسرح وإطاره، بينما استثمر المخرج مادة النايلون ليكون جدارا عازلا شفافا ما بين الحاضر والماضي المرئي واللامرئي. من خلالها أراد المخرج أن يحدد جغرافية الأحداث من الناحية الزمنية والجغرافية، وتمكن المخرج أن يشير عبرها إلى حضور ماض ثقيل بتفاصيل شاخصة نمذجها بدلالات واضحة جاءت على شكل دمى وشواخص عادة ما تستخدم في ميادين التدريب على الرمي. مخرج العرض المسرحي محمد جميل حاول أن يستثمر مادة النايلون كدلالة بأكثر من مدلول، مانحا إياها طاقة تأويلية أخرجتها من سكونيتها المعجمية إلى تشظيات سمائية أكسبتها مرونة تعبيرية وصلت عبرها شفرات العرض المسرحي دون أن تتكئ على رسالة الجملة الأدبية التي عادة ما تضيق مسار الحرية الإبداعية للمخرج. اتسمت القدرات النسائية التي تولت الأدوار الرئيسية في هذا العمل بإمكانات جيدة وجريئة في التعبير عن جملة الأفكار التي احتشدت داخل العرض. هميشة لبوكم تساوم
بوكم لو كسع نبوة كزور بلانا وأسايب ولا منالا كاني أنبن دايكي شم لو كسع بيد صلاتان أبوك أخوين هيتيان بين كراوة هميشة تاوري بو تاو بكارساتا كان بصريانا دار باريت لساو تركان ناو نشانه و شانو غريب و كلا ورزي شانو يامصال لبربراتي ونري شانو نمايش كرا ليكي دوي دوزار ويازده بيروكي ام نمايشا كلا تكستي نرويزي ورجيرابو لدقي بينتر آسموز و تان شاعيريك و زايدا او چشانه كلا كومالغا روجانه ساري هالده دا اما ايناب ما كرمان بابت شانو يكو تكل چشانه بلنوان واقعي واقعي كردستان واقعي دورو بروا كلتوري او كلتوراني كتاثير دا كان سر كومالغاي كردي هنا لو دقا بيك مينابو وستايلش كرني من جليره لسر ستايل مايرهول ديشم كربو كزاستا باش سر تشي بو گفتگو كان يعني بو تيگشتي بينران من هولم دال رگاي زدل چتايبت كار كسل لو خوي لن ما شكان سوينيك بيشكش كن كا وين ان بيته هو كاري اوي كبتوان بينه لگر خودي خوي بيته مناقشه كو وايا امشتان تاتن كارگري لسر كسي كرد بزيد يلي نك بينرتوش عاطفه كمو عاطفه زال بسر فكري بينرو ونتوان بير بكاتو كاما يك لو كاركاني ك شانوگري كان پيشگش دكروا دك عاطفه زال بس عقل ضبل ام ليربن بيت سوانا عقلي تاك خودي خوي زدل بكا لگر ششكان ده بتواني سهر سرك بوب دوزيتو نشتمان آخر من لوگو نترم نتو صوره ايه 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 سيطا سي صوت خلاق مينة كم ناقا تفلالو كان سودانيا چه؟ شانوگري لتساو تروكانيك او همو روداوانه بو کله ساتور کانګ دل نشټیمانی امه دارو ددات امه لمشانو ګریتیش ما خصه سرتن تن بابته کی کوملایتی او گشتي او سیاسي لم شانوګریا نشټیمان به دوري ګوره ده د لمشانوګریا او بونی نو کان نشټیمانو صفل کردنی نشټیمان لمشانوګریا بدی دکرا پیس کردنی نشټیمان له لاین صفل کانو ازردانی نشټیمان له همو لایک اما بابا تکانی نو شانوگری کبو دوری من لم شانوگری دوری نشتیمان مهبو مشانوگری کا شانوی شانوگری چ عالمیه ما مصطفی محمد زمیل آماده کردوا آماده کردنی کی جوان بو خوم مزور له دورکی خوم له ایشکر راضی بم هیوا درم بین ایش راضی بو بی و درم شته چی بتوک ما پیشکش با شانوی کردی کرد بیت هیوا درم هولا کان هروا با قلب الغی بمندرین دس خوشی له استافه کم ولا درهنری برز دکم دس خوشی له برز دکم مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من المشهد الثقافي العراقي ملتقانا وإياكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل إلى ذلك الوقت تقبلوا تحيات كادر العمل وأنا ريت البازي وفي الأعداد والإخراج الزميل مروان ياسين في أمان الله.